وقعت ولاية شمال كردفان عقدا لتصنيع مقاعد لإجلاس أكثر من 13,000 طالب بالولاية في مرحلتي الأساس والثانوي، وتبلغ كلفة المشروع نحو 30 مليون جنيه. وشهد والي ولاية شمال كردفان المكلف الصادق عبد الله مراسم توقيع العقد من جانب وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، وأبدى الوالي حرصه على متابعة المشروع، وشهد حفل التوقيع عدد من قيادات وزارة التربية والتوجيه الذين أكدوا على أن هذه الكمية من شأنها تغطية عدد كبير من المدارس ووحدات الإجلاس في كل محليات الولاية. شهدنا اليوم توقيع عقد ما بين شركة كياد ووزارة المالية بالولاية لإجلاس أكثر من 13,500 طالب. نسأل الله أن يكون عاما مستقرا في التعليم ومستقرا في التحصيل التعليمي والأكاديمي. جياد التي ما فتئت تقف مع الولاية في كل مشاريعها التنموية، سواء كان إجلاس أو صحة أو تأهيل مستشفيات بالمعدات.